رح ننجح بالمدارس. عنوان الحملة اللي أطلقها فريق عطاء التطوعي، وامتدت لتشمل عدة مناطق في مختلف المحافظات السورية. لنعرف أكثر عن هيدي الحملة وين صارت، بصرنا نرحب برامز دريق، سفيرة النوايا الحسنة للطفولة، وسالي العسلي، مديرة العلاقات العامة في فريق عطاء التطوعي. يسعد صباحكم. صباحكم خير، أهلا وسهلا فيكم. صباحكم نور وعلى المشاهدين. أهلا وسهلا، يسعد صباحكم وأهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا. بالبداية خلينا نحكي، نبلش بالعنوان رح ننجح. خلينا نحكي عن سبب اختيار العنوان، ومين اختاره أصلا رح ننجح، ووين وصلتوا بالحملة اليوم؟ طبعا فريق عطاء حب يشارك هاي السنه بسبب ظروفنا شوي الصعبه اللي عم تمر فيها، وطلابنا اللي هلا نحن اليوم بحاجه لندعمهم بابسط الاشياء، فحبينا نطلق هاي الحمله اللي هي رح ننجح والتعليم للجميع، نغطي اكبر عدد ممكن من الطلاب المدارس، لحتى يعني نغطي حاجاتهم المدرسيه، قرطاسيه، كتب مدرسيه مستعمله جديده، نطور شوي مبدا التطوع او التبرع لهي المواد لاطفال هن فعلا بحاجه لها. طبعا هي كانت الفكره بس بدمشق وريف دمشق، بس فعلا انتشرت، لقينا كثير رواج والعالم كثير كانوا فعلا واقفين معنا، كان في دعم حتى على الارض وحتى طبعا من المؤسسات الحكوميه، فطورناها، صرنا هلا مقررين نعمل باكثر من محافظه، وعلى هذا الاساس نحن بلشنا فيها، وطبعا لسه ما انتهينا، لسه عندنا كثير محافظات حنغطيها ان شاء الله. كتير حلو، يعني انه من البدايه نقول رح ننجح بالمدارس رغم الظروف اللي عانوها في عالم، تاخرت يمكن راما عن مدارسها اكيد، ويمكن انتم قمتوا بهذه الحمله لتغطيه اكبر عدد ممكن من الطلاب. سالي رح ننتقل لك لتحكي لنا اكثر هيك لمحه صغيره عن فريق عطاء التطوعي. لا، فريق عطاء التطوعي تأسسنا من سنة 2016، ونحن مجموعة من الشباب والصبايا من مختلف الأعمار والتخصصات، في مهندسين، دكاترة، صيادلة، في لسة طلاب الجامعة معنا، أعمارهم من 18 لل 50. حلو. هلا نحن صرنا من 2016 فريق مؤسس بدمشق، ومن سنة ونص تأسسنا بحماس، وإن شاء الله يعني بنتوسع لباقي المحافظات مع الدكتورة راما. أكيد أكيد. اليوم نحن عم نحكي عن عملية تسويق كمان ناجحة كتير، انتشرتوا بكل مكان، ما في حدا ما عم بيعرف المبادرة والقصص والأشياء اللي عم تعملوها بكل الأزمات. خلينا نحكي عن عملية التسويق، مين بيقوم بإدارتها، وكيف روح العمل الجماعي عندكم بالفريق؟ انا دائما كنت مؤمنه، وانا طبعا فريق عطاء عنده هي القصه اللي هي فعلا انه هن كيف بدهم يعملوا بالمجتمع المدني، او كيف بدهم ينموا مبدا التطوع، ونحن اليوم بحاجه بمجتمعاتنا وخاصة بسوريا هو مبدأ التطوع. تطوع له أشكال كتير، تطوع في عنا تطوع إلكتروني افتراضي، في تطوع شامل، في تطوع مع المؤسسات الحكومية، مع المنظمات الغير ربحية، فنحن حاولنا كتسويق لهي الفعالية أن تكون أول شيء عبر التواصل الاجتماعي طبعا. ولقى كتير رواج، كتير في فنانين كانوا معنا وداعمينا، وحتى في منهم تبرعوا فعلا، مو بس معنويا وماديا كمان، فهي كانت كتير، هي كانت فعلا الانطلاقة. فريق عطاء عنده شيء حلو، هو في تنظيم بهذا الفريق، يعني كل شخصين ثلاثة كانوا مسؤولين عن شيء معين، فالتسويق بدأ بالتواصل الاجتماعي، كان على الأرض عن طريق صناديق تبرعوا فيها يعني الاطفال المدارس، طبعا كنا حاطين بالمدارس خاصه القريه الصغيره الوطنيه، وفعلا لقينا كثير حلو الاطفال انه تجاوبوا مع هذا التبرع، فمن هون انتشرت هي الفكره، حتى في عندي مغتربين كثير كانوا سوريين فعلا قدموا لهي المبادره شيء حلو، مشان هيك نحن مدينا على المحافظات كلها. يعني دكتوره راما، يمكن كلمه عطاء خلينا نقول هي كلمه جميله، كيف أكيد. اذا كان فريق متكامل. سالي خلينا نحكي عن النشاطات لفريق عطاء التطوعي، قديش في همة عالية من شبابنا بظل الأزمة اللي نحن عم نعيشها، ولكن عم نشوف في روح للعطاء. تفضلي. تماما. هلا نحن عددنا عم يزيد، ونحن هلا استقبلنا متطوعين جداد، ولسه فاتحين باب التطوع، والاستماره موجوده على صفحه الفريق. نشاطاتنا مختلفه ومتعدده، ولفئات وجهات كمان متعدده ومختلفه. عملنا ماراثون سرطان الثدي لثلاث سنين، عملنا اول عرض ازياء متلازمه داون بسوريا، عملنا بحمص فعاليه بمناسبه اليوم العالمي للاعاقه، كان عندنا عرض مواهب للاطفال،
في عنا كثير نشاطات مختلفة، بنعمل نفرح سوا بالكريسماس، عملنا برمضان شيء 2500 سندويشة وقت ليلة القدر. خلينا نحكي انه نحن مو بس يعني عمل تطوعي عم تعملوا، فيه هذا العمل التطوعي ابداع، ومثل ما قلتي عنكم انتم خبرات مختلفه. وخلينا نحكي، هل في اطباء نفسيين معكم اذا كان الطفل مثلا بحاجه؟ مثل ما حكينا مثلا طفل ممكن يرفض ياخذ مثلا شهاده المدرسه، او في عنكم انتم طريقه اخرى يعني لتقدموا له؟ خلينا نحكي عن هذا الموضوع، هل بيضم فريق عطاء تطوعي خبراء نفسيين مشان الطفل يكون عنده ثقة بنفسه حتى وقت ياخذ الغرض ما يحس حاله انه هو انقص من رفقاته او في عنده مشكلة معينة؟ هلا الحقيقة هو نحن في عندنا شوي نقص، يعني مو هو كفريق، نحن بشكل عام بسوريا في عندنا شوي نقص بهذا الموضوع تبع الاخصائيين النفسيين او خلينا نقول المرشدين بهذا الموضوع، بس حاولنا شوي الفريق يتدرب على ادوات معينه ليتعامل مع الطفل اللي هو فعلا بحاجه لهذا الموضوع. هلا هو اكيد ماله بطريقه كثير بروفيشنال، او هو ما مو هي الخبره الكبيره، بس يعني كان بغطي نوعا ما، يعني واجهتكم هيك جزء جزء اكيد هي بتواجه. بس كيف قدرتوا تتعاملوا معه؟ قدرنا، بس بصراحة ضمن الحدود الدنيا، هي ما لها حدود كتير، يعني نحن واصلين لمرحلة كتير هي لا، حتى هي في نقص مو بس فريق عطاء، هي كل المبادرات. تمام. حتى نحن عنا بالمدارس عنا هي المشكلة، هي يعني المشكلة هي عم يتعرضوا فيها اليوم. يعني حتى الجمعيات حتى يعني كلهم عندهم هي القصة انه هو في معاناة لهذا الموضوع، بس بنفس الوقت كمان في مهارات شخصية، يعني في جهد خاص من كتير مدرسين عم يطبقوا هذا الشيء. طبعا نحن لاحظناه بعرض الأزياء متلازمة داون كتير كانت حلوة، بس هي فعلا كانوا المتطوعين عم بيقوموا بطريقة كتير حلوة، يمكن ما كانوا حاسين انهم عم يرجدوا او انهم عم بيحسسوا الطفل انه هو يطور حاله او يبدع، بس هن نفذوها بحدود دنيا، تنفذ بهذا الموضوع. وفي المدربين حتى اللي موجودين ضمن الجمعيات كمان كان عندهم هي الرغبة، هي اهم شيء الرغبة والابداع بانهم فعلا هذا الطفل يحسنوا شيء منه، فهو كانت هيك بشكل كتير كان عفوي طلع منه هذا الموضوع. اما هي كاخصائيين لا شوي قليل هذا الموضوع. اكيد يمكن الظروف يلي نحن أكيد عم نعيشها أكيد هي اللي بتفرض هذا الشيء، يعني مجهودكم واضح ومبين، ولكن دائما قد ما كان المجهود كبير نحن ضمن هالامكانيات بدنا نشتغل. دكتوره لما، يعني سفيده نوايا الحسنه اكيد عم يتم من خلالك رصد او جذب كثير امور لنقدر نحن نطور بهذا الشيء، عمليات تشبيك عم بتقومي فيها، يمكن عم بتواجهي شيء صعوبات احيانا ولا لا؟ في تعاون مع كافة الأطراف يمكن لإنجاح أي عمل بتقوموا فيه أو مشروع؟ خلينا نقول أنا عن جد من بنكم بدي أشكر كتير كتير وزارة التربية. وزارة التربية كانت كتير داعمة وحتى مؤمنين بفكرة التطوع، أو خلينا نقول نحن دمج المجتمع المدني مع المؤسسات الحكومية. نحن شوي عنا كان ضعف من قبل، بس اليوم لا، فعلا وزير التربية الدكتور دارم طبع، يعني بدي أشكره هلأ من عن طريق اليوم الإخبارية، كان كتير حدا متعاون جدا، كان متقبل أي مشكلة كانت عم تعترضنا. طبعا هلأ أكيد الموافقات بتأخذ دائما وقت طويل، نحن فتنا على مناطق شوية كانت يعني شوي صعبة، فهو كان كتير قدم لي التسهيلات. حتى قدم، يعني مبارح نحن كنا بالغوطة الشرقية وقدم كل التسهيلات الممكنة لهذا الموضوع، فأنا كتير بدي أتشكره عن طريقكم، مدير التربية ريف دمشق كمات الأستاذ ماهر، الأستاذ خالد كمات مدير تجمع غوطة الغوطة الشرقية، كانوا معنا مبارح بطريقة رائعة، يعني بتحسي انه احنا كلياتنا جروب واحد. اكيد نحن رصدنا، يعني عم نرصد نحن المدارس واقعه وعم يوصل بطريقه هاي حلو. بس نحن دائما لجوجين بهذا الموضوع، انه نحن دائما بدنا الامور تنحل بطريقه سريعه. حتنحل اكيد، بس طبعا اكيد بتدرج معين، لانه كمان نحن الظروف، يعني الظرف الصعب هي مو بس على الناس، كمان على المؤسسات الحكوميه. أكيد. يعني كمان نحن نراعي هذا الموضوع شوي. أكيد بالرغم من الظروف الصعبة قدرتوا توصلوا لأكبر عدد ممكن من الطلاب. أكيد متشكركم، متشكر كل مبادرة عم تقوموا فيها، كل مبادرة قمتوا فيها كان لها بصمة ووقع خاص بقلوبنا. شكرا لكم، ونشوفكم أكيد بحلقات قادمة. شكرا لكم. شكرا كثير لكم دكتورة راما. وأيضا سالي، إذا حابه توجهي شكر معين أو إضافة معينة تفضلي. أكيد أشكر كل الأشخاص اللي تبرعوا معنا، وكل الداعمين اللي معنا، وكل التجار اللي تبرعوا ما حبوا ينذكر أسمائهم، وكل عضو بالفريق
عم بيساهم حتى ننجح ونكون عن جد عم نقدم كل هذا العطاء. حلو كثير. نحن كمان ايضا بدورنا بنشكر كل حدا داعم لاي شيء طبعا بخص بلدنا الغالي سوريا، او نحن فينا نرتقي في رغم الظروف الصعبه اللي عم